بالحلقة السابقة. بس ليك انت حطيت شي شخص غير البقية؟ لا ليه؟ طبعا وصلت على الطريق وشفت انسان لابس كله اسود ومقطوش ايده، ما حسيته غريب عليك؟ ليك شي ادمان؟ عم شوفه بعد مرة هو ذاته. وين؟ مين انت؟ مين انت؟ انا خيك الكبير. خيي الكبير؟ بس انا وحيد. لا انا خيك الميت. ميت؟ طب كيف فيني اشوفك واحكيك؟ حتى انا تعلمت قبل ما اموت اظهر من جسمي، هلا صار لي 10 سنين بلا جسمي الاصلي. يعني منك لحم ودم؟ لا يعني انت شبح. اف في نعلمة كتير اشياء، بس المهم توثق فيه. شو؟ مش الحال؟ ايه كل شي منيح. ايه شو قال لك؟ قال لي ان هو خيال كبير وانه لازم اوثق فيه. لا بدك توثق فيه؟ ما بعرف. شو انت ناطرنا؟ لا تنطرح اروى نحكي فيه. اخر شيء قلت لي اياه هو انك رح تعلمني اعمل اشياء. مزبوط. مثل شو مثلا؟ مثل انك تختفي وتروح تتمشى بين الناس بدون ما حدا يعرف. اوه بس ما بدي اعدلك، لازم توثق فيي. ما رح اقدر بسهولة، بس بتعرف أول مرة هالقد برتاح مع شخص، ما بحسك غريب علي. خليني أخبرك قصتي. أنا صغير أهلي ما كانوا يحبوني وكانوا يرفضوني، فقررت فل من البيت وانتمي لعصابة أشباح، وما عم تعلمت أعمل هالأشياء وصرت واحد منهم. هول أهلي؟ إيه. طب شو بعد إلها أهمية تبقى على الأرض؟ أنا إذا متت روح وين المفروض تروح؟ المفروض روح هو الجحيم، بس هو بتوقع في حدا يفضل الجحيم على الأرض. ايه مزبوط، بس انه قصدي شو بعد عندك شغل هون على الارض؟ انا جيت على الارض لعرفك على حالك. انت ما بتعرف، بس انا وقت متت عرفت انه بينا كان من بين اقوى الاشباح على الارض، بس ما بعرف ليه كان هالقد يكرهني. هو عارف انك انت مات لهيدي العصابة؟ ايه نحن قصتنا وراثية، انت فيك تكون من بين اقوى الاشباح على الارض بس لازم توثق فيي. رح جرب بس مانا سهلة. رح جرب. طيب منشوف بعضنا بكرة. Thank you.
شو جيمي انت كمان بلشت تعمل؟ ايه ما شو بك نسيت؟ ما اساس كنا رح نعمل سوا. مزبوط نسيت كنت مشغول. ماشي معلش. ايه وكيفك؟ انا منيح انت؟ انا تمام بس تحس حالي مرتاح اكثر بعد بلشت اعمل. ايه تحس حالك هيك العشية تقوم الصبح تحس حالك انسان. ايه مزبوط صح وهيك خففت اكل شوي. ايه منيح. ايه طيب يا نشوفك. اوكي يلا بنشوفك باي باي. ما لقيت غير هالمطرح تتلاقى فيه؟ لا بس انه هيك طبيعه منشم هوا. ليه انت بتتنفس؟ لا بس كرمالك. اوكي ليك عندي كم سؤال لك. أول سؤال هو ليه أنا الوحيد اللي في ناقش هاك؟ لأنه أنا بقرر مين فيه يشوفني ومين لا. وتاني سؤال سئيل شوي بس يقطع. الله يستر. ليه عندك إيد ناقصة؟ لأنه أنا ماتت إيدي قطش. قطشوا لك إيدك؟ إيه لأنه كانوا يقطشوا إيد كل واحد بيسرق وعصابتنا كانت من بين أقوى اللصوص وأنا انكمشت. كنت حاب تسرق؟ انه واحد بيكون عنده هيك مميز ما بيحب يسرق. ايه مزبوط معك حق. بتعرف عم برغب اكتر اتعرف عليك. قبل وقتك نشوفك كنت كتير خوف. بتمنى لو بترغب اكتر توثق فيي. ليه هالقد مسرع انه وثق فيك؟ عزمو وثقت فيي، ما فيني اعلمك كيف تكون شبح، وبدي اياك انك انت تكون الوحيد بالعائلة منك شبح. طيب، والسؤال الأخير، ليه بعدني عم شوفك بأحلامي؟ هيدي مشكلتك، طيب ليك أنا ما راح ضيع لك بقى وقتك أكثر.
بتعرف ما عم بنزعج منه بقى وما عم بخاف، ما طلع مثل ما توقعت. هلا عرفت مين هو؟ عم بيقولوا انه هو خيال كبير. كيف فيك تتأكد من هالشغلة؟ ما فينا، بس ما بعرف ليه هالقد مسرعة انه اوثق فيه. لكن شو الحل؟ ما رح اوثق فيه على العميانة وما بعرف شو الحل، بس لهلا عم لاقيه كتير مهضوم وما عم بنزعج بالحكي معه. يعني خلص مشي حالك معه. ايه غريبة شوي طعمتها المي. ليه ما عم بقدر اقشعه؟ عبالي اشوف شكله. لانه هو اللي بينقي مين بده يقشعه. شو بك ادوين؟ 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 ادوين؟